ايه نوعيه الكفرج اللي بتقدموه او التغطيه اللي بتقدموه؟ هل اقتصاديه، سياسيه، اجتماعيه؟ يعني بتقدموا ايه؟ هل الحاجات فيها حاجات لها علاقه بالثقافه مثلا؟ كل حاجه احنا بنحاول نجيب كل حاجه من السياسه الى الاقتصاد والثقافه والتعليم. بس انا بحب ان احنا فوكس اكتر عن الحاجات السوشيال، اللي هو الحاجات اللي بجد بتاثر في المصريين كل يوم، زي الصحه والتعليم وال احنا كان دلوقتي حاطين الويب سايت على الشاشه معانا، لانه كمان اللي حابب يخش ويتعرف ويتابع هيكون برضو فرصه كويسه. فأهم حاجه انا شفتها ان ما ينفعش الواحد في الاخر، عندنا مشكله الاعلام في مصر وفي العالم عامه، لما تيجي نريبورت عن مصر ان كتير قوي بيبقى الاخبار بيفوكس عن حاجات معينه، بيفوكس عن السياسه بس، بيفوكس عن حاجات صغيرة، مش ضروري الحاجات اللي بتإمباكت المصريين كل يوم، مش المصريين بتشوفه كل يوم. فهو ده اللي احنا بنحاول نعمله، بنعمله في كل مكان. انت بتكتب بنفسك ولا في كمان فريق معاون؟ في اول ثلاث سنين اللي بيكتبوا او بيتقدموا تحليلات وكده، في اول ثلاث سنين من حد 2015 كنت انا بكتب لوحدي. فكنت بقعد كل يوم اروح بعد الجامعة، اقعد بالليل اقعد اكتب اخبار، اشوف ايه اللي بيحصل في مصر. وحتى انا العربي بتاعي اتحسن كتير عشان كنت اضطريت اقرا الاخبار بالعربي، عشان ما فيش الكلام بيطلع بالانجليزي غير كده. بس دلوقتي بقى عندنا فريق. بتجيب معلوماتك منين يا محمد؟ بجيب معلوماتي من الاخبار الموجوده في مصر، بقرا كذا نوع، زي كذا جريده، واحاول اشوف الجرايد القوميه المصريه. الجريده القوميه يعني المصريه، واحاول اشوف ايه الساعات للاسف عندنا اخبار مش صحيحه، زي لما بيحصل تيرورست اتاك، ارهابيه، زي الوحات اللي حصلت من الوحات. في الاول ما كانش حد عارف كم واحد توفى وكم واحد كان صحيح شهيد. صحيح. ولقينا ويب سايتس كثيره زي البي بي سي ورويترز كتبوا ان 54 واحد ماتوا، بس ما جابوا الكلام ده من جرايد مصريه. فللاسف احنا ساعات بنستنى قبل ما نكتب عن الحاجات دي عشان نستنى حد من الحكومه يقول لنا اللي هو البيان، بيان رسمي من الوزارات. فاحنا بنحاول نستنى على الحاجات الرسمي، وغير كده بنكلم بقى مصريين في مصر لو عن حاجه عن الثقافه والتعليم وكده، وننزل عندنا فريق هنا بينزل في الشارع ويكلمهم ويحاول يعرف ارائهم طيب. وينزل. طيب.